بنرحب بالفنانه المنورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم، الفنانه حوريه فرغلي. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، بس انت طيبه. كان ليكي تواجد متميز خلال عيد الفطر بعملين، الفيلم الاولاني كان نظريه عمتي والتاني قلب الاسد. انا هبتدي معاكي بنظريه عمتي، عايز اعرف ايه اللي جذبك في شخصيه ساره وقلتي خلاص انا هعمل الشخصيه دي؟ اللي جذبني ان هو كوميدي، وانا عمري ما عملت كوميدي قبل كده، فبالنسبه لي كان امتحان ليا هل ينفع انا اعمل كوميدي ولا لا. طبعا لقيت استاذ عمر طاهر كاتب، اكرم فريد مخرج، معايا مدام لبلبه، استاذ حسن حسني، حسن الرداد، فالكومبينيشن كله كان مشجع جدا، والحمد لله ان هو طلع بالمنظر ده. النقاد دايما بيقولوا ان الفنان لما يجسد اكتر من شخصيه في عمل واحد ده بيبقى اختبار ليه واختبار كمان لقدراته الفنيه، انت تعليقك ايه على الكلام ده؟ هو بصراحه طبعا يعني انت بتعملي اربع شخصيات الاربعه ما لهمش علاقه ببعض خالص، ولازم تبقي مختلفه شكلا وموضوعا، فلو نجحتي ان انت توصلي لده يبقى انت فن يعني يبقى انت ممثله كويسه. فطبعا انا اجري طبعا اللي بيقولوا كده صح. أرهقك العمل كتير علشان انت بتجسدي اكتر من شخصيه في عمل واحد؟ كان صعب جدا، ما كانش سهل، قعد وقت طويل. طبعا بتطلعي من شخصيه تدخلي في شخصيه، فهو مرهق طبعا جسديا ونفسيا بس الحمد لله. ضايقك فتره حظر التجوال اللي اثرت على ايرادات الفيلم؟ بصي انا بقول دايما الحمد لله على كل حاجه، طبعا ما كنتش اتمنى ان يحصل الموضوع ده وان الفيلم ياخد حقه، بس الحمد لله هو ناجح جدا في دول الخليج ومكسر يعني الدنيا وعامل فلوس حلوه قوي، وانا يعني بتمنى ان شاء الله ان الاوضاع تتحسن، وهو اصلا كده كده هيفضل في السينمات لغايه العيد الكبير، فيا رب ان شاء الله الناس ينجح هنا كمان زي ما نجح بره. كلمينا بقى عن كواليس العمل وتعاون مع المخرج اكرم فريد والفنان حسن رداد. ضحك هستيريا، يعني ضحك هستيريا ما بنبطلش. اولا ما فيش حد بيقعد لوحده، بنقعد طول الوقت قاعدين مع بعض. استاذ اكرم فريد من الناس اللي يعني الكوميديانات الطبيعي بيضحك لوحده كده اهو. عايز اقول لك ان ثلاث ارباع الافيهات هو اللي قالها. مخرج جميل اشتغل معاه ونفسي اشتغل معاه تاني، بتحسي بالراحه جدا معاه، لذيذ قوي ما بتفوتوش يعني هفوه. حسن تاني تعامل بعد كف القمر، في كاريزما عاليه بيني وبينه، صحاب قوي، واحب اشتغل معاه تاني. يعني ناس كتيره قالت ان انا وهو يعني يتمنوا ان هم يشوفونا تاني مع بعض في عمل تاني، وان شاء الله باذن الله. والفنانه بقى لبلبه، انا عارفه ان انت بتعشقي حاجه اسمها لبلبه. قلبي دي حته نازله من الجنه، دي 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 فنانه وهانم وعارفه يعني من الزمن الجميل فعلا، يعني حاجه انا بعتبرها مثلي الاعلى وبعتبرها مامتي وبعتبرها اختي وبعتبرها صاحبتي وبعتبرها كل حاجه، بعشقها بعشقها بعشقها. نتكلم بقى عن العمل التاني وهو قلب الاسد، وده مش اول تعاون بينك وبين محمد رمضان، ده تقريبا تالت تعاون. دوران شبرا وبعدين عبده موتة وبعدين قلب الاسد. كلميني، انا حاسه ان في كيمياء ما بينكوا عاليه، انت بتحبي تتعامل مع محمد رمضان لان ده مش اول تعاون. والله انا يعني محمد زي ما انت قلتي تالت تعاون، اول تعاون كان دوران شبرا بس ما كنتش في احتكاك بيني وبينه كتير قوي في دوران شبرا. عبده موتة نجح وكسر الدنيا والناس حبتنا جدا مع بعض، وبسبب ان الناس حبتنا مع بعض فطلبونا تاني مع بعض، فبس المرة دي بقى كنت طالعة دور شريرة شريرة جدا، طالعة دور الشر كله، فده اللي شدني ان انا بشتغل مع رمضان وفي نفس الوقت حاجة ملهاش علاقة خالص باللي انا عملته قبل كده معاه. كلمني عن دور الشر بقى، شفتي نفسك ازاي؟ يعني عرفتي تبقي شريرة بقى ولا ايه؟ والله لو عرفتي لو تعرفي ريهام ايمن اساليها انا عملت فيها ايه؟ يعني على فكره يا صاحبتي جدا وانا بحبها جدا وببعت لها تحياتي يعني بجد. عايز اعرف كمان فيلم كنت الاشعش هيبقى خلاص في عيد الاضحى، كلميني عنه. من افلام برضو الثقيله اللي هعملها برضو انتاج نيو سنشري، اخراج استاذ اسماعيل فاروق، الكاتب محمد اسماعيل مبروك. فيلم ثقيل، فيلم كبير، مش سهل. في فنانين كتيرة جدا، في أنا، في محمد فراج، في حسن حسني، في صلاح عبد الله، في دلال عبد العزيز، في حنان مطاوع، يعني في كمية فنانين كتير قوي. فيلم في كل حاجة، يعني في مزيكا وفي ضرب وفي أكشن وفي عياط وفي يعني في يعني كومبينيشن كده على بعضه، وأنا برضو أول مرة بعمل دور غزية. بس برضو دور شعبي؟
غازية. الفيلم نفسه فيلم شعب؟ آه يعني يعتبر. آه انت اصلا كنت في الاول من المخرجين المحاصرينك في الافلام اللي هي الشعبي، انت راجعه لها تاني بقى دلوقتي في فيلم القشاش؟ والله هو من جمال الدور انا ما قدرتش اقول لا من جماله بصراحه. طب الغزيه دي بقى ظروفها ايه مثلا؟ عايزين نعرف يعني. شوفي في العيد بقى ده. لا ما اقدرش اقول لك حاجه عنه خالص، بس هو فيلم حلو قوي قوي يعني، معمول بطريقه حلوه قوي قوي قوي. كلنا فرحانين بيه كفنانين وككاست، فيا رب ان شاء الله يعجب الناس. شكرا جدا ونورتينا النهارده بقوة اخبار اليوم. ربنا يخليكي، كل سنه وانتي طيبه.